يا هلا ويا مرحبا فيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج طبخت ما طبخت. احنا اليوم متواجدين في مطابخ ألمنيوم البحرين، موشلاتنا كلها طبعا ماخذينها من اسواق الحلي، مشكورين وما قصروا. خلونا الحين نروح نتعرف وياكم على شروط المسابقة والمتسابقين. اسمي محمد حسين شعبان، صف ثلاث إعدادي، عمري 14. معكم كريم محمد التوبلي. اسمي سيد هاشم سيد حسن الموسوي، عمري 17 سنة في ثالث ثانوي. اسمي سارة حسن، عمري 22 سنة وأنا مدرسة لغة إنجليزية. من سنتين إلى ثلاث سنوات وبدأت يعني في مطعم أبوي اسمه جبران وتخصصهم لبناني. من أصغر الشيفس البحرينيين اللي بديت من يوم كان عمري صغير وحاليا طالب توني متخرج ورايح أدرس طبخ. والله يعني من خلال التجربة طبعا واضح أني مو ملم كلش في الطبخ، بس يعني عندي خلفية بسيطة عنه ومو لذيك الدرجة أحبه، مو مصوبه صراحة. خبرتي في الطبخ يعني not bad، يعني أسوي طبخات مثلاً ريوق في البيت في الويكند. شيف كريم، عندك الورقة هني، الطبخة موجودة، كل المكونات موجودة، من أقلب الساعة لك نص ساعة عشان تطبخ. اثنين ثلاث اقرأ. ستيك دجاج مع صلصة المشروم. ستيك دجاج مع صلصة المشروم، اوكي؟ مشروم صوص، ناخذ دجاج اول شيء من بحره، تاخذين الجلبس. حاول قد ما تقدر تخليه لا 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 شرايح. صح اللي قاعد اسوي؟ تمام. تيك اند بيس، اي، اوكي؟ حط النايف بالطول، اي، واضغطي عليه. اي، برس. طبعا نظافة مطلوبة وهذه القفازة لأنه ما عندنا هامر. أوكي بعد شوي أزيد 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 أزيد. أوكي هتخبرني إذا في شغلات ها؟ إن شاء الله. نأخذ بهارات، ثوم باودر اللي تحته، بزر وبديع بعد. والله قلت له سارة حتى قبل المسابقة لازم نختار بزر وبديع عشان نفوز، لأن على اسمه وأحس إنه بفوزنا يعني. تمام، عقب هذه خل فصين ثوم. الطابة مالكم ما تبونه يصير حامي، شغلوا الفرن زين. بابريكا وريحان، لا ما يحتاج ريحان، بس إي بابريكا. أوكي أوكي أوكي. دوده والتوتر يعني والله قصيته عاد، يعني شوفوا اذا عندكم بديل يعني سامحونا. شوي احسن اغيرها اذا ما تصلح اتوقع. هاي تمام؟ تمام. لا لا اوكي. ناخذ صحن، اوكي نحط فيه الدجاج، صحن هناك هناك. اوكي حط فيه البهارات. فصين ثوم. أقل 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 أخذت الدنيا أخذت بس كيف كفاية كفاية أراجع؟ أي أي خلاص أوكي. تمام بعد أزيد إنف أوكي كفاية. أوكي شنو بعد نحط؟ نحتاج بابريكا مدخنة تعطينا سموكي فليفر. اوكي انف. اي انا يعني البهارات كلش يعني ما اعرف لها فبالغلط كذي صار و كنت ابغى بس لون قليل من الاحمر مو واجد. خلي الفخمان بسرعه روح الثلاجه بزبده. تمام.
بداياتهم كانوا شوية مرتبكين. إنف موجود بس ما عليه. نحتاج نص ليمونة تعصرينها عليه. أوكي. أوكي. قبل لا تخلطين. إيه. بذور ما يروحون. نوا. إيه. ما كنت إنه يبى يروح النوا في الدجاج وينطبخ لأنه راح يصير مر، راح تخترب الطبخة كامل أصلاً. هاردر 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 هاردر. اوكي بس بيرفكت. بس؟ اي بس بيرفكت، كفاية. اوكي تيك ون مور تشيكن بريست لان البهارات واجد. وين احطها؟ في مهملات. يا هلا يا مرحبا بالشباب. هذه صندوق بيواهقك زيادة، واحنا نبي نواهقك شوي. يعني هاي كان اللي ناقص صراحة. الله يستر. لازم لينقل. طبق المكتوب فيها. لازم انا اطبق ولا هي؟ ما يقدر الحين بيبين يا انت يا هي، حتى انا ما ادري. غمض عيونك وكمل توجيهاتك من غير ما تشوف. هلا هلا. رحنا. سوي لنا طبق جانبي. اكسترا. الله يساعدك. اوكي وات؟ يعني سايد دش. اوكي شنو؟ حصقت وحكت. قص ربع الزبده. الله يعينك. اقل من ربع شوي. اقل من ربع. الله يعين. تمام. خله في القلاية. شغلها اول. قصص المشروم. شيلي الليمون حطيه في القمامة. اي. ما خلص الوقت. خليها ذوب. اخليه كامل ذوب. هالكبر زبدة حطيته كلها في الطابي. اسرع اسرع لازم نسوي شو اسمه شيء جانبي. اي. اوكي. قصص المشروم. بس اهم شيء تكون حاره المقلاه. بس مو وايد. زين الحين شلون؟ قصصها سلايسز. اي اي بس جودي. اوكي. كذي؟ اي. اوكي. ايش سويت؟ هذه يا اخي انتظرها تذوب. هذه؟ ولا باكر تذوب بعد شو ذوبها؟ الزبده بشكل عام كانت هي نجم الحلقه اليوم. 100 جرام تقريبا. سوينا طبق جانبي. ناخذ البروكلي. زين. ونسوي ستو ويا تم البخار. قصص المشروم على ما ذوب. الحين قصيت ثنتين. مو المشروم البروكلي. اوكي. كم راس اخذ؟ اسرع اسرع مو في وي هاف هاف ان اور. توهقت حتى تنظيف المشروم كان صعب. زين. بعد بعد بعد. صار شكله يضحك. ثلاث اربعة. بس قصصهم شوي صغار بس لا تقصص وايد. يعني شبه ربع ساعة صار لك انت تقطع مشروم وثومتين. احنا اللي شكلنا يضحك مو المشروم. اوكي. اي اوكي. شنو الطبخة؟ ستيك دجاج مع عبالي كوكيز انا. زين الحين قصصها. بس؟ اي بس. زين. كومبليت سلايسز اوكي. ترى ما اعرف. ايوه عاشو. عادي كذي؟ لا. اي لازم كذي. كملنا ولا لا؟ ها؟ كملت ولا لا؟ افرجوا عنك. ما طاش. اوكي قصصها زياده. اوكي. بعد. وهو يقول لي لا لازم سلايس عدل. كذي؟ لا لا من تحت كذي ها؟ المفروض تقطع يعني بدون الجذر مالها. اوكي بعد 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 بعد. اوكي قصصها زياده خلاه يكون يعني اي شويه اصغر بعد. نقص. ما عادي عادي كذي خلاص؟ لا لا كلهم صغار وهي كبيره ما يصير. تمام؟ تمام هالمستوى زين. درزل درزل اي ازيد اي ازيد 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 بعد شوي. تمام لو زيد لاتيوب شوي زياد. اوكي حط علي علي بعد ازيد 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 هكذا. اي اوكي زين بس نخليه أمانة أمانة الفريق الأزرق وايد متقدم عليكم. لا تخاف لا تخاف. عبر في الخواتم.
تبي تشرب ماي؟ اوكي. قلل على النار، قلل على النار لا يحترق الدجاج، نقلل على النار. اسرع شوي. ها تمام؟ تمام. في بهارات ولا ما في؟ نحتاج كريمة حامضة من الثلاجة. نشيل الجلوس، كريمة حامضة من الثلاجة. مو كريمة حامضة سوري، كوكينج كريم. اي كريمة طبخ. لا 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 تخلي هذه. خل ملح بس شوية. الله تشوف ان شاء الله ما. بسرعة. تمام اوكي. اتوقع أول مرة تسوون دياي بالمشروب. اوكي. اوكي. نخلطها. دقيقة خل نقل الحين نطول بعد على النار لأنه ما راح يحترق عندنا. أوكي نزلت درجة الحرارة فيه. إيه نطول عليه. أوكي بيرفكت. إيه البهارات خلي دافئ. وجاسم لازم تعرف على مطبخك كامل قبل لا تبتدي تطبخ. هذه هني البهارات. دقيقة ننتظر. لا لا ما بنضيفها الحين، عقب ما يجهز الدجاج. الحين نرمي. نحتاج شيء عشان نقلب الدجاج. أقول يلا سريع. ثوم مطحون. لا مو مقص تقلبين دجاج. لا اوكي خذ فلفل اسود مجروش. فلفل اسود مجروش ترى بيحترق شوف. اي اوكي اوكي يعني قد الملح. ازيد شوي كفايه. تمام اخلطها بسرعه وخله في المقلاة. زين شنو سايد دش؟ مسوي بروكلي بس. زين تحطين هاي في البوديه البول. اي شويه اسرع. الدياي قبل لا تطبخونه لازم يكون كلش حجمه متساوي. يا تقلب السكين طقطقه يا تشوف لك بياله صحن، بس ما تي والطبخه كذي يعني اسوي بيدي عادي. باي يور هاندز كلين. ايه مغسله ايدي اشتوي شو معكم بعد. سري شو اسوي شو؟ روح الثلاجه جيب كريمه الطبخ. حطيت الدياي والزبده مني ما ذابت، يعني اكيد الزبده الحين ما صارت عاره. شلون بتحمر الموضوع؟ الدياي شلون بيتحمر؟ فاستر اوكي 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 يلا. زين نشيل الليمون، رجع الليمونه النص ما نحتاجها. وايد عجبني فيهم انه خطوه بخطوه ينظفون مكانهم ويرتبونه. هو يحب كل شيء يرجع مكانه. طول مده الطبخ من البدايه للنهايه احاول قد ما اقدر انظف منطقه مالتي. المشروم بعد رجعي. اي اوكي تمام نحطها. شغل المقلاة الثانيه وخل فيها زبده، انتظرها تذوب وخل فيها كريمة الطبخ والخضروات. اوكي ناخذ البروكلي. ما بيحترق ذا؟ لا 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 اخذي البروكلي. خل ربعها. تكلى ربعها صدين تطيرنا. لا شوي اقل نصها. قصصي من اللي فوق. اول شيء شيلي الروت. اول شيء. شلون يعني كذي؟ لا هاي شيلي. كذي؟ اي 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 تمام. شيك الديار. شباب الوصفة ستيك دياي بصوص المشروم. هذه أصابع الزبدة بالمشروم والدياي. أي أوكي. زين. الحين شيل إيه من هني. يا. دي؟ إيه. أوكي. أوكي. بعد نحتاج فور بيسز، أربع قطع. نحتاج قلبة؟ لا 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 مو حين. الدجاج احترق. أشوف الدجاج. أوكي قلبي. أسرع شوي. شلون أسرع؟ هي اللي قاعد تشتغل. تمام تمام. واضح إن مالك في المطبخ بتاتا. هاي بعد؟ إيه. والله الروايح عجيبة بس حلو الشغل بدون قفاز. نقص الليمون من الحين عشان ما توهق. واحدة؟ اي. اوكي. اوكي نضيف المشروم. على الدياي؟ اي.
بالملقم. اسرع شوي. ويت بيحترق الدجاج. ايه قول كامل كامل. ايه اوكي مكسرت الحين. مكسرت ويا بعض. زودينا ولا كفر شطه ما برزات للحين اخي. يقول لي اسرع اسرع ايش اسوي؟ لا لا شيل الفان شيل الفان. ايه كذي. ايه كبرت بدل. كنت مغمض لاني ايش دخلني زين. قال لي ربعها. يا بيرفكت. انزين نقصص هاي اصغر. اوكي كذي. اي كذي يعني. يا هاي اوكي. بعد بعد ذابت كامل. لا الحين حطي. اذا ذابت كامل حط معها طحين. طحين تقريبا قليل كلش. اوكي ستشين مو كذي. ها عشان لا تقصني كذي. اوكي لا وجد كبير هاي يعني. شلون بو بديع ياكلها. حركه حركه. كذي؟ ايه مو يطيح من هون. لا لا هاي وجد صغير عاد. كريم بذبحك. اوكي؟ ايه اوكي. وجد صغار اكبر اكبر. يعني نفس حجم هاي. ذابت ولا لحين؟ لحين. اقعد اخليه. مو لحين. اول شيء خلي اذا ذابت. ايه اذا ذابت. اوكي. خلاص هاي كلها في القمامة. شو اسمها؟ الروتس. ايه. ناخذ باول. ناخذ بادية. بادية بادية. This one؟ لا هو وجد صغيرة. أشوف؟ ما ضبط ما ضبط. تمام تمام حطه الحين. الحين. الحين فيه. ما هو مشكلة. أزيد 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 أزيد. أوكي. وحطي هاي ووشت. يعني غسلي البروكلي. طحينة أجل. بالملعقة أحسن شوي. كم ملعقة؟ بس واحدة. شباب مشروع القادة راح. أنا أثروت فيه؟ إيه أرمي كامل. كامل كامل. البروكلي. إيه البروكلي بعد كامل. إيه. أوكي قلبه. شوي هذا. حوس عليه شوي. أوكي قلبه قلبه. خلي نحط لنا ثلاث مشرومات كاملين فول مشرومز 3 اي 3 بيسز. شوح المشروم. اخطب ذي. ايه اخلي هنا. ايه دايركت. اوكي قصص عدل. تمام تمام. لا مربعات صغار صغار ذي. صغار 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 كذي يعني. طيب مراد تفتح. اوكي اوكي يلا ازيد 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 كامل عليه قول. بس بس بشوف على النار اقل ما في مشكله. كانت هي تحاتي انه يحترق لان درجه الحراره عاليه. لا لا يعني نقلب ونحط هاي البروكلي مكانه. اوكي نحط التشيكن سيبريت. اي حطه في مكان ثاني. اي هني. اوكي 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 خلي شويه زبده زياده. و زبده زياده بعد شويه شويه تروحهم فيها صدقني. وخلته. اوكي بس 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 انف انف. اوكي زين نحتاج ريحان. اوكي زين خلي الثوم الحين. ثوم نحتاج اقصصها؟ لا خلها كامل. في الدجاج؟ خلها. و ايه راوني المقلاه الثانيه. ريحان مجفف في البودر هناك. لا اللي في النهايه في النهايه في النهايه. This one? No. Down there. خلي فيها نطقش اكثر. بعد بعد بعد. كملها. كملها كامل. لا لا. اوكي. لا هي باكر بنخلص. حطي هني.
اي اوكي حطي السكين اوكي جست كراش ات اي لا شويه عشان ينشال السكن لا وايد منسجمين وايد هادئين ما حسينا فيهم انهم متوترين قصص ثنتين زياده قصص كامل بعد سالف لا صبه خل اي اوكي اوكي نحتاج هاد تو بيس اتس انف لا بس ما يحتاج قشرين حطي اي بلش اسم اي تمام ما اكثر اكثر قلت تحرقني صح عدل عدل قلبها حيل لا ها سترونجر كريم ما اقدر شوي اقوى خلاص فيلت لا لا فيلت 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 مو بهذه ما عليك هنشي تنقلب يلا اسرع بور ها بعد كريم كان فاسد ايوه خلاص شو شلون؟ اي زين خلفي بعد كريم الطبخ ولا خلصت اي بحط ثاني الثلاجه لا لا خلها كلها كامل اكيد اي اكيد اكيد قصص مشروم ما يبي له شيء يبي له قوه ما يبي له قوه طح واحده يلا بعد ازيد نحتاج كريم. بعد يلا اي 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 بيرفكت خلاص الحين شيلي السكن شفتي؟ يا سلام طح تمام يلا المشروم بسرعه ها شو اختار ثاني؟ قصص مشروم قصص زيادة ايه ادري يطلع بخار اوكي الحين كذي لا ها سماشت ايه اوكي تشك 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 ايه تشك 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 ساوند افكت يلا بسرعه لا يروح الوقت راح القفاز لا يروح الوقت هني لا هنا اي بعد ازيد هني في عاد في المقله كامل اي بيحترق ترى اوكي ليش طاح الثوم في الدجاج طاح زين ما ادري ما شفت مكست مكس الدجاج بعد ودي بعد القصه الثانيه لا انت بينكم انا قسلت يدي منكم اسرع لا مو بيدش اوكي بس خلاص انزين الحين نار عالية مالت الثوم أشوف الثوم هذه الحين ما بتقدر تشيلها لأنها صارت حارة ما يحطون قفشة حديد على الطابق لا تجيسي ما بتحرقيك زين الخشبية هاي إيه أي واحدة منهم أوكي اخلطي أوكي نضيف الريحان والفلفل بس وان؟ اي بسرعة قبل لا الثوم يحترق بس اي حسيت انه لان الطبق يحتاج يعني اكثر فقمت احط اكثر الحين يجيب الصحن بس لا ما يحتاج شيء شوف هذا الحين بيذوب الزبده وذوب البلاستيك ياهل انت اهم شيء عندك الطعام زين اللي يميز كل شيف هو لمسته في المطبخ وهاي طبعا كانت لمستي. هذول اسبوع كامل شيلي. اي بعد. اوكي؟ بعد. اشوف اي قد نحط. اوكي؟ اي اوكي. زين اوكي. زين فلفل احمر وزيت ازيد زيت. بعد الروكي خليته الصوص. شو خليته؟ خلاص ثالث مرة ما مسويها. ما توب. بس اللي بياكله يصير تسمم نحتاج اوليف اويل اي في البان اوك قلب وبذي حبيبي شوف اوبا شوف ممتاز زين لا عجايب ما يحتاج بدعين شباب بتشوف السوف اي هاي مال الدجاج لا مو هاي المشروم المشروم الصغار اي داب اوكي إيه؟ بس خليه ينطبخ على نار هاديه هاي اوريدي جاهز عندنا تعال خلي البروكلي بسرعه
في نصه داخله ثلاث ارباع ثلاث ارباع اي داخله داخله. نحتاج البروكلي ما عندنا وقت ترى. زين يلا يلا وين اكل البروكلي له؟ ما اقدر على النص. شيلي معها ودي عادي؟ اي عادي عادي. صار نار صار ال ما يطلع. والباقي شوحه بعد. الباقي شوحه بسرعه بسرعه. الحرارة ماكسيموم؟ لا حطي ماكسيموم. اوكي بس. خلاص الحين شيل الدجاج. ابندا؟ لا شوح المشروم. قصدي البروكلي بسرعة. اوكي. الحين كلين اب خلي ننظف لازم يكون الستيشن مالنا نظيف، انظف ناس احنا المرة. زين؟ شيل كامل في المهملات، الجارليك اللي بقى نقدر نرجعه، اي الباقي في المهملات. عادي اخذ هاي كذي. اي اوكي ما في مشكله. خله يمون في الصوص واخلطه. نص ليمونه بس. لا في حل. ما فيها. اي بيرفكت. كامل شوي ازيد باور نخلطه اي. يعني ينقلب كامل. اي. اخذي الفان اي سوي كذي اي حركي ها شيله بشوف الدياي من تحت خلها اكثر وبشوف ثانيه او بتحترق اذا خليتها اكثر ها اوكي هاي تمام هاي اصعب شيء اني اقعد وما اقدر اطبخ اوكي لا في النص بشوف الثانية خلها شوي خلها طلع المشروم هاي شو فيها اوكي طلعها صار قاعد يحترق البروكلي الثوم شيلي حركي اي شيلي حطي على صوب خلينا نحط الدجاج شوي يسخن اوكي شباب لا تستعجلون ترى عندكم وقت وايد ها لكم اكثر من 8 دقائق ان شاء الله اكثر ركز على البرزنتيشن ركز اوكي براحتكم زين ناخذ حركه الدجاج شوي ازيد توقعين جهز ما بيصير اوفر كوك ما ادري اشوف شوي البان جيبي صوبي شوي كل حين اذا بتشمه بتعرفي اذا استوى هني شو السالفه اوكي بشوف الدياي من تحت حاول اخذ طعم البلاستيك شوي تركز انت بتركز طعم البلاستيك بالضبط ممتاز انا ما باظوك ترى اوكي وين هذا السوان ده؟ اي اي اكو هني اللي احترق اللي طاح اوكي شوي هاي. صار له اي يعطي تيست ما بيعطي افتر تيست اقل على الدجاج بس ها بشوف الدياي من تحت خلها بخل طلعها بشوف اضغط عليها اوكي اخذي شنو يعني ايبه كذي هني؟ لا اخذي الصحن واحط ستر الدجاج في الوسط اوكي بنسوي لي كلاسيك ستايل كلاسيك بليتنج خلها بس خلها في الصحن مني؟ لا فوق هاي فوقها كروس زين وين الحين احطي؟ شلون يعني؟ كريم في الوسط هني؟ لا هاي مو حلوة الثانية أحلى أوه ماي جاد خلفي شوية من الزبدة مالت ال خلفي شوية من الزبدة مالت الديان أصبه؟ إيه أكيد بس لا ها خلهم لا عشان اسهل في الاكل يقصصونه. مشكلة الشوبينج بورد مو مغسل. بقصصه لا خلاص. لا نحتاج زي المشروم، نحتاج المشروم، حطي المشروم. سوي بليتنج. لا مو كذي. صح. احس روحي محترف. لحوسنا. يلا اسرع 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 اسرع. كذي عفيسة صار ترى شكلها مو حلو لا مو بس للاسف ما كان في وقت ومثل ما شفتون حطتها بالقفاز عليه دايركت وخلاص
ما مدى الوقت؟ كان يبي يكون بشكل حلو بس صار ما عندنا وقت وصار عفيسة شوي. ها خليك اي خل خل اوكي. تشوف هناك في اورجانو كذي اي اي زين بعدين هاي ليش العفسه ستايل ستايل هاي ستايل جديد اوكي زين يلا خلاص زين ما دام ستايل خلا ناخذ البروكلي نحطه هنا ويا الثوم بس الثوم نشيل الثوم اللي محترق ها شوف الاورجانو هناك اورجانو هذه اي زين خلي شويه فوق فوق الصوص خليه يكون موزع هادينا. لا 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 ما عشان اشيله حار حار يلا اوه ريحه خيال ريحه خيال بس التوست ماله بعد خيال بس خلاص اوكي توجيهات كريم خلت شغلهم وايد مترتب وسلس تمام هني ما في اوكي يلا الله يسرع اسرع شوي اكثر 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 فهمتيني لا وبنحط واحده كبيره مشروم اي كذي كذي اوكي كذي يا لا العكس شكل عشان شدي؟ شكل لا ها. بالمقلوب كذي بالمقلوب ذس وان فليبت شنو يعني ها عشان شكلي ديزاين يعني وخلي النص هنا لا 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 خلها في طب الضياع لا حلو كذي لا لا مو حلو مو حلو ما نبي رموفت رموفت ما نحتاج لا خلاص 10 المشروم الكبير المشروم الكبير بليات بليات سوري يعني ما اقدر خربته صح؟ لا لا زين خلاص اشوف ان البرزنتيشن كان يعني تمام اعطي 9 من 10 تقريبا خلاص بس خلاص خلصنا ها قبل الوقت تبشر بخير ولا بشر والله مشاهدينا الاعزاء الفريق الاصفر خلص قبل الوقت خلينا ننظف اللويه مالت المطبخ ونذوق ونرجع لكم مشاهدينا رجعنا لكم عقب ما لبقنا المطبخ الحين اللحظه الحاسمه ان بنذوق هم شنو مسوين لنا لا ترى مطبوخ هل نبي نتاكد منه كليكوت لا تنسى تخلي المشروم اه لازم ناكل مشروم ها وين الزبده؟ ويا المشروم الصوص لا لا مشاهدينا بنرجع لكم ما ضقت الدياي انا للحين يعني ما ضقت الدياي بس شكله كان حلو يعني هو عجبوه يعني في المشكلة شنو؟ لأن في نص الدجاجة رو مو مطبوخة والنص الثانية مطبوخ، أوكي؟ فالمكان اللي أكل المطبوخ ويا صوص المشروم حسيته يعني أوكي زين يمشي، يعني مو لذيذ لذيذ يمشي. وساعات أتكلم وأنسى إني لابس مايك مني، فكنت يعني واضح من الكلمة اللي قلتها فخور، صح إنها كانت نية بس من ناحية شكل كنت مستانس يعني عليها. يعني انا كنت حاطه في بالي شيء واكيد شيف كريم كان حاط في باله شيء ثاني حق البرزنتيشن كنت ابي يعني اسوي طريقه اللي التشيكن في الميدل ودور مدور الصوص كذي يعني طريقه حلوه بس صار ما ادري شلون شكله التجربه حلوه وتجربه جديده وتجربه يعني انك اوقفت قدام كاميرا وكان المطبخ حلو يعني ما كنت متوقع انه بيفيدني في المطبخ مره هاشم بس فادني بالعكس برنامج جدا حلو وعجبتني واجد فكرته فريد من نوعه في البحرين اول مره اسمع عنه وما قد مره شفته يعني لا في البحرين او برامج تلفزيونيه ثانيه يعني فبرنامج جدا حلو ولي الشرف ان اكون فيه
النتيجة النهائية كانت من ناحية برزنتيشن قوية، بس طبعاً بحكم أنها كانت نية يعني شوي أتوقع أنه مو لذيك الدرجة. توجيهاتها كانت on point، يعني ما حسيت للحظة أنك ضايعة وما عارف شو أسوي، كان على طول يقول لي سوي كذي، اخذي هاي السبون وميكس، سوي ميكس، كان على طول يقول لي، يعني ما حسيت أني ضايعة الحمد لله. تسلسل خطوات الفريق الأزرق في الطابخة كانت 8/10، توافقهم مع بعض كان جدا ممتاز فحصلوا علامة كاملة 10/10، وهم التزموا طريقة التحدي والمسابقة فحصلوا علامة كاملة 10/10، والطعم كان 18/20. الفريق الأصفر خطواته في طريقة الطابخة كانت مو بوايد زينة فعطيناهم 5/10. كتوافقهم ويا بعض واضح انهم ربع وعيال خالة، فكان توافقهم زين منسجمين فحصلوا 8/10. التزامهم بالمسابقة وشروطها كان صح فحصلوا 8/10، اما الطعم للأسف خارج التحدي نهائيا حصلوا 9/20. وبكذي الأزرق هو الفايز. شكرا 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 وايد، فرحتيني.